صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين صلى الله وسلم عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله سيدي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. رحلوا رحلوا وما رحلوا أهيل ودادي وإن دفنوا في التراب فهم في قلوبنا لم يرحلوا. رحلوا وما رحلوا أهيل ودادي إلا بحسن تصبري وفؤادي. رحلوا ولكن خلفوني بعدها رحلوا ولكن خلفوني بعدهم حزنا أصب الدم صوب عهادي وسرايا بقلب المستهام ركابه قوافل الشهداء تحط رحالها عند العسى. نعم نعم رحلوا ولكن خلفوني بعدهم حزنا أصب الداء صوب عهادي وسرى ركابه تعلو به جبلا وتهبط وادي وما أن رحلوا قال وخلت منازله وخلت
فها هي بعدهم قفرا وما فيها سوى الأوتاد. أين أصحاب تلك الديار؟ أين الحسين وآل الحسين؟ كأني بالوافد يقف على أبواب تلك الدار يخاطب الدار باسايلك يا دار وين أهل الحمير؟ صاحت نادت حسرتي ردت علي بالله يا وافد لا تجي من بعد هالعام وان جيت ما تلقى بهذه الدار مطعام. ليش؟ راح الكريم الليك للجو والعام شالوا هجرني وعمر برور خليل يا وافد شاب الراس من كثر المساير. قلنا لكم لحسين عن هالدار شايل انتو وطروش له ودوا له رسايل وقولوا إلى جينا منازلكم خليل. لكن الوافد يتجول في أرجاء تلك الديار فيسمع في ظلمة الليل بكاء وعويل. يا ترى من هذا الباكي؟ يا ترى من هذا المنتحب؟ باسايلك يا دار سلطان المدينة منها الذي في الدار فاجعني ولينا. قالت أخوه محمد اللي مخلفينا يا بس ينتحب ويصيح ووحشة الأوطان. شي يقول محمد ينادي يمتى يجي المرسول ويصيح البشارة يا أهل المدينة زينوا لحسين دار ندر علي العطية طارش بشارع وانشر بيارق في المدينة شمال ويمي. ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وجليل خطابه بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لتعجيل الفرج صلوا على محمد وآل محمد. القرآن الكريم وبالتأمل في آياته وفي عطاءاته
فإنه يتمتع بأساليب متعددة ساقتها إرادة الله تبارك وتعالى لتبرز جنبة الإعجاز في كتاب الله. فالقرآن من جانب يعتبر المعجزة الكبرى، ومن جانب آخر يعتبر الدستور الأكمل لقيادة الأمة، ومن جانب آخر يعتبر هذا القرآن بما فيه من دلائل وآيات صورة من ومظهر من مظاهر الإعجاز في مختلف أبعاده، في بلاغته، في إخباراته، فهو معجز أيضا، في علومه التي تطرق إليها. فالقرآن في بعده الإعجازي في الحقيقة أعجز العقول. وإن جئت إلى جنبته السياسية فالقرآن يعتبر الدستور الأكمل. من هنا تجدون أن النبي صلى الله عليه وآله عندما قال إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، فمن الواضح أن القرآن يمثل جنبة الدستور الذي يحرك الأمة نحو سعادتها. ولأن الحركة الدستورية محتاجة لأيد أمينة تشرف على تطبيق مواد دستور الله في الأرض، فقال وعترتي، فهم الأمناء على كل ما جاء في دستور الله في هذا القرآن. هذا القرآن كذلك يعتبر كتاب تأريخ وتخليد، فقد خلد الكثير من الناس في هذا الكتاب العظيم. ومن جانب آخر فإن كتاب الله يعتبر مشروع تربية للإنسان، ولهذا تمتع القرآن الكريم بأساليب متعددة، والهدف منها وصول الإنسان إلى مراتب الكمال. من أبرز أساليب القرآن الكريم في تربية المسلمين الأسلوب القصصي. قال الله تبارك وتعالى فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فإذا عندما يسوق القرآن الكريم مجموعة من الأقاصيص في هذه السطور والآيات، فلا بد أن نعلم أن ما يذكره الله ليس من باب الترف الأدبي أو الترف البلاغي، وإنما ذكره المولى عز وجل من أجل غاية كبيرة ومن أجل هدف عظيم. فمن ضمن أساليب تربية الإنسان أن يستعمل الأسلوب القصصي، ومن أبرز القصص القرآني التي تعج بالعطاء المعرفي والعقدي والتربوي قصة أصحاب الكهف. فالله يقول فيهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. لو جئنا لنتأمل في تلك الحادثة التاريخية العابقة بعطائها وبدروسها التي ما أحوجنا اليوم نحن أبناء هذا الزمان إلى ما تمتعت به هؤلاء الفتية من خصال وصفات، ولهذا تجسدت في خصال أولئك الفتية الذين كانوا في عهد دقيانوس الحاكم الظالم، الحاكم المستبد، الحاكم الكافر، الحاكم الذي صبغ الأرض بدماء المؤمنين. فماذا فعل هؤلاء؟ هؤلاء خرجوا ثائرين، إنهم فتية آمنوا بربهم، كان توكلهم على الله، ولأنهم توكلوا على الله نزل عليهم مدد الله فزدناهم. تأمل ما المراد فزدناهم هدى وزدناهم هدى، يعني نزل اللطف الإلهي. إذ آووا إلى الكهف رعاية إلهية.
عندما نقف مع خصالهم فقد اتسم هؤلاء بخصال كثيرة، نتحدث حول ثلاث خصال مهمة. أما الخصلة الأولى والصفة الأولى من صفاتهم أنهم عرفوا بالتمرد الإيجابي على واقعهم السلبي، وهذه خصلة ضرورية يتسم بها المؤمن. أن تتمرد أي أن تثور، والواقع السلبي جدير بأن تعلن ثورتك عليه، فأينما وجد الظلم فلا بد أن نتمرد عليه، وأينما وجد الفساد فلا بد أن نتمرد عليه، وأينما وجد الانحراف فلا بد أن يهب الناس ويتمردوا عليه، فالتمرد ثورة. هناك تمرد سلبي وهناك تمرد إيجابي، فالذين يقفون أمام كل إيجابي وأمام أحكام الله وشريعة الله فهذا تمرد سلبي. أما إذا ما كان المجتمع يعج بصور من صور الفساد والانحراف والضلال والظلم فإن هذا التمرد يعتبر ممدوحا. ومن قبل قد تمرد شيخ الأنبياء إبراهيم عليه السلام عندما رأى الضلال يتسلل إلى العقول والقلوب، فكان أبوه آذر الذي كان يشرف على تربيته كان يصنع بيديه الأصنام ويأمر إبراهيم أن يأخذها إلى فلان وفلان، وآذر ليس أبوه أي أبوه الصلبي الذي خرج منه، وقيل أنه ربيعه يعني قام بتربيته. فكان إبراهيم إذا أمر بأخذ الصنم منذ صبا يربط الصنم من أين؟ ما في كرامة لهذا الإله، هذا يأمر بأخذ إله إلى من يعبدونه فيربطه من عنقه إشعارا بمهانته وإذلاله وتمردا على واقعهم السلبي، فيجره مكبوبا على وجهه شيئا فشيء إلى أن أعلن تمردا علنيا فكسر الأصنام برمتها. هذا نحو من التمرد على الضلال على الفساد. ولهذا عندما نتكلم عن أصحاب الكهف الذين هداهم المولى تعالى إلى نور الإيمان فوجدوا ظلم دقيانوس ووجدوا إرهابه وطغيانه وضلاله، فما كان من هؤلاء إلا أن أعلنوها ماذا؟ ثورة على واقعهم. ولهذا نحن ينبغي أن نرصد الواقع بعناية، وعلينا أن نقف حجرا عثراء أمام كل فساد، أمام كل ظلم، أمام كل انحراف، إن أردنا لأمتنا السعادة. الخصلة الثانية والصفة الثانية من صفات أصحاب الكهف قوة الإرادة والثبات، وهذه صفة ينبغي أن يتحلى بها المؤمن عندما يريد أن يصل إلى هدفه. ولهذا يقول المولى تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله وبعدين ما استقاموا، ثبات، قوة، إرادة، عزيمة، لا يمكن أن تحقق النصر وأنت تعيش في ذاتك الانهزام، يستحيل. ولا يمكن أن تصل إلى الهدف وأنت تقدم رجلا وتؤخر أخرى، ولهذا يجب أن تكون الخطوات ثابتة لتصل إلى الهدف والغاية. من هنا تجدون أن النبي المصطفى أبا القاسم محمد جسد ذلك وأصحابه أيضا، فالنبي عندما أرادوا منه أن يترك دعوة السماء التي هي دعوة الإصلاح، دعوة الاستقامة، دعوة البناء، فعرضوا عليه الدنيا
فأرسلوا إليه عمه أبا طالب، فقال له عمه رضوان الله عليه: يا محمد، إن القوم يقولون لك إن أردت مالا أعطيناك، وإن أردت زوجة زوجناك، وإن أردت ملكا ملكناك. لاحظوا، يعرضون الدنيا عليه. فقال: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر لما تركته حتى يظهره الله أو أن أقتل دونه. انظروا إلى قوة الإرادة، قوة الثبات. ولهذا لا يمكن للإنسان أن يصل إلى أهدافه بإرادة مهتزة متهرئة. الإرادة وقود الوصول إلى الهدف. من هنا تجدون أن النبي صلى الله عليه وآله صنع نماذج لا نظير لها. عمار بن ياسر تقتل أمه ويقتل أبوه ويجعجع به نحو القتل، ولكنه مع هذا يظهر لهم الكفر فيتركونه فيأتي باكيا باكي، ولكنهما يعيش الاطمئنان القلبي. يقول له النبي: إن عادوا فعد. انظر إلى سمية، ألم تكن امرأة؟ ألم تكن تلك المرأة تعتبر في منظار الرجال رقيقة ضعيفة؟ ولكن هذه المرأة عندما جاء إليها أبي بن خلف ووطأ صدرها برجليه وفي يده حربة محددة ومسننة، فقال لها: إما أن تذكري محمدا بسوء وتذكري آلهتنا بخير، وإلا خرقت صدرك بهذه الحربة. وبينما هي هكذا وإذا بصوت يصك مسامعها. صوت من؟ إنه صوت القيادة، إنه صوت رسول الله. وإذا بالنبي ينظر إلى سمية عذب فرفع صوته صبرا: آل ياسر، إن موعدكم وين؟ الجنة. فلما سمعت صوت النبي صوتا مأنوس فتحت عينا جمد الدم عليها، وأخذت تتلفت يمينا وشمالا، فوقعت عينها على وجه رسول الله، فلما تلاقت عينها بعينه صلى الله عليه وآله رفعت يدا مضرجة بالدماء من كثرة التعذيب وأشارت إليه، مع أنها تحت وطأة التعذيب، وأبي بن خلف يطأ صدرها، وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأن وعدك حق. وإذا بالحربة تخترق صدرها وتكسر ضلوعها، وجاءوا لها بجملين على رواية، وربطوا رجلها اليمنى بجمل ورجلها اليسرى بجمل، وأطلقوا الجملين في جهتين متعاكستين، فقدت المرأة إلى نصفين. انظر، هذه امرأة ولكنها عرفت بالثبات بالقوة. ما دام نور الهدف مشعا واضحا فهي تسير في ضيائه ولا تتراجع عنه. لماذا الخباب بن الأرض؟ الخباب من أوائل من آمن بالنبي صلى الله عليه وآله، وكان عبدا لامرأة أطلقته وحررت، ولكنها ما أن سمعت بأنه آمن برسول الله صلى الله عليه وآله أقبلت إليه إلى دكانه، وكان يعمل حدادا، فكانت تأمر عبيدها يربطوه بالحبل، ثم تضع تلك المرأة الحديد في النار، فإذا محمر أخذت تشوي جسده. تخيلها تكويه، ها، فتكوي جبهته وصدره وظهره، ها، والرجل ماذا؟ ثابت لا يتراجع عن إيمانه قدر أنمله. لماذا باها المولى تبارك وتعالى
بامرأة عرفت الإيمان حديثا ولكنها كانت صادقة، فساقها الله في كتابه لتكون النموذج الأكمل للمؤمنين الحقيقيين. إنها آسية بنت مزاحم. قال تعالى: ضرب الله مثلا للذين آمنوا من امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. امرأة فرعون السيدة الأولى، المرأة الأولى، زوجة الإله، القصور بين يديها والأموال والمزارع والدنيا، ولكنها عندما شع نور الإيمان في قلبها ما تراجعت قدر أن مل واحدة. أخذها فرعون، صلبها، ضرب المسامير في كفوفها وصلبت تجلد في الليل والنهار، منعت من الطعام والشراب. ماذا يريد منها زوجها فرعون الإله؟ يريد منها أن تعود لعبوديته وتكون الآلهة زوجة الإله، وتترك عبادة الله وتترك إيمانها بموسى. ولكن تلك المرأة كانت تقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. تخيل وتموت شهيدة. نحن ما أحوجنا إلى هذه الروح التي تعبر عن القوة والإرادة والثبات. نحن في زمان يتعرض المؤمنون صغارا وكبار، رجالا ونساء، إلى عواصف تزلزل العقيدة والقيم والمبادئ. فإيماننا مستهدف وقيمنا مستهدفة. أنت ماذا تصنع؟ نحن بحاجة أن نطبق قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم ماذا استقاموا. لماذا تتخلى المرأة المؤمنة عن حجابها وتخرج سافرة؟ لماذا ينسلخ الشاب المؤمن من دينه فيعلن إلحاده؟ لماذا يتراجع الناس إلى الوراء؟ لماذا يتخلى الناس عن القيم والمبادئ؟ أين جنبة الخلل؟ نحن بحاجة إلى إرادة صلبة، إلى إرادة فولاذية. فإن الإرادة القوية هي سر التغيير، هي مفتاح التغيير في الواقع. ومن هنا تجدون أن النبي صلى الله عليه وآله ما استطاع أن يجتاح العالم إلا ولأنه كان يملك إرادة صلبة قوية. ولهذا أصحاب الكهف هؤلاء الفتية الذين عرفوا بالثبات والقوة. وطبعا عندما ترجع لتقف مع النصوص الروائية فإن أصحاب الكهف لم يكونوا فدية بل كانوا كهول. ها تخيل، لم يكونوا فدية، أي الفتى الصغير الشاب الذي يقابل الكهل والشيخ. ولهذا الفتوة إذا أطلقت إنما يراد بها صلابة الإيمان. فقد ورد عن إمامنا الصادق عليه السلام يقول: من آمن بالله واتقى، شوف الإيمان ثم التقوى من الله، فهو الفتى. هذا فتى، لا خصوصية لمن يكون حديث السن، بل قد يكون ابن 60 و70 و80 ويسمى فتى. لماذا؟ لأن الفتوة هنا فتوة الإيمان. فمن آمن واتقى فهو الفتى. ثم قال عليه السلام: أما علمت أن أصحاب الكهف كانوا كهولا فسماهم الله تعالى فتية. بماذا؟ بإيمانهم، بإيمانهم، إنهم فتية آمنوا. هاي الفتوة منشأها الإيمان. ولهذا
عندما يؤمن أحدنا ويعيش الصلابة على القيم والمبادئ فإنه ماذا؟ فتى يفتخر به. عندما يرحل الإنسان من الدنيا معتقدا بقيم وبمبادئ يحبها الله ولا تتزلزل قدماه على تلك الخطى فهو فتى، ولكن ليس المراد بالفتى الفتى الصغير بل الفتوة الإيمانية التي يتباهى بها المولى عز وجل. الميزة الثالثة التي عرف بها أصحاب الكهف الحكمة. هؤلاء كانوا حكماء، وبالرجوع إلى تاريخهم فبعضهم كان من مستشاري دقيانوس يعني الحاكم، وبعضهم كانوا من رجال الجيش ومن قواد الجيش أيضا. عندما تعود إلى تاريخهم فهم رجال لم يكونوا في زمانهم نكرة بل كانوا عقلاء، ومن دلائل حكمتهم وبصيرتهم ما ساقه المولى تعالى على لسانهم في قوله تبارك وتعالى عندما تحدث عنهم: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن أنامهم الله تعالى ردحا من الزمن أفاقوا وعادوا إلى الدنيا وهم لا يعلمون أنهم في زمن الإيمان. لاحظوا، فلما رجعوا قالوا لأحدهم: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى ماذا؟ طعاما فليأتكم برزق. وقف العلماء مع قولهم أزكى طعام، ما المراد من الطعام الزكي؟ أقوال، فالبعض يقول أي الطعام الحلال، الطعام المحلل الذي لا يكون سحتا أي لا يكون مصدره حرام، وقول آخر بأن الزكي أي الطاهر، زكت نفس الإنسان وزكى قلبه أي طهر قلبه. ولهذا في زمن إمامنا الحجة عجل الله فرجه الشريف من العلامات الحتمية لظهوره قتل النفس الزكية. عندما يخرج الإمام ويظهر الإمام بعد غيبة طويلة في المدينة المنورة يرسل رسوله إلى مكة فيقف بين الركن والمقام ليعلن للأمة عن خروج إمام الزمان، فيأخذه أهلها فيذبحونه ذبحا بين الركن والمقام، هذا يسموه النفس الزكية. قالوا رجل صاحب نفس زكية طاهرة. وأما المعنى الثالث لقولهم أزكى يعني ماذا؟ من الزكاة، والزكاة بمعنى الزيادة. وهنا تتجلى حكمتهم عندما يقول أيها أزكى طعاما، قالوا أي الطعام الذي تحل به ماذا؟ البركة والزيادة. شلون يعني؟ يعني لا يجيب نوع من الطعام يكثر حجما، فيدل عليهم بعبارة دقيقة كان هؤلاء لديهم وعي بالواقع الأمني والسياسي الذي يحدق بهم، فطلبوا من صاحبهم يأتي بالبقول بالرز الذي يكون صغير وعند طبخه ماذا؟ يكثر. وعندئذ لو حمل شيئا كثيرا لكانت عيون السلطة في ذاك الزمان تهتدي عليهم. لما يطلع محمل بأدوات وأطعمة ويقطع من المدينة ويرجع لهم الجبل فإن الجند والحرس يرصدونه وعندئذ ينكشف أمرهم. فلهذا لحكمة فيهم، حكمة سياسية، عندهم وعي سياسي ملتفتون للواقع الأمني، فلهذا حتى في غذائهم قالوا يأخذ من الطعام ما يقل حمله ولكن يكثر عند ماذا؟ طبخي. لا تشيل أشياء كبيرة فيلتفت إلينا،
شوف الدقة. وقيل كانوا يملكون وعيا أيضا اقتصاديا على اعتبار أنهم في حالة من التقشف، هؤلاء أمراء القوم، رجال الجند، مستشاري دقيانوس، لهم قصور وأموال وضيع ولكن لا يملكون أن يصلوا إليها، فالظرف قد اختلف والمحنة الاقتصادية نزلت، فماذا ينبغي لمن نزل به محنة اقتصادية؟ إيش سووا الآن؟ هم محصورين بهذا الكهف وقد يتخطفون في أي لحظة، فمقتضى الحال أن يأخذ من الطعام ما ينسجم مع واقعهم، سياسة تقشف، واقعهم هكذا قلة ذي اليد، فلهذا قال ينظر من الطعام ما لا الأزكى طعاما. فلهذا كان أصحاب الكهف رجال حكمة ورجال بصيرة ورجال ثبات. ومن هنا فإن السماء والإرادة الإلهية ما تخلت عنه، عندما تكون صادقا مؤمنا ثابتا يستحيل أن تتخلى عنك السماء، هذه قاعدة. فقط أنت حقق المقدمات، عندما تكون ثابتا على القيم، خذوا ما آتيناكم ماذا؟ بقوة، كن ثابتا. وهذا اللي عبروا عنا من النصر، هذا نصر لله، إن تنصروا الله شنو؟ ينصركم. معادلة وقانون سماوي، أنت أنصر الله. طيب خل نسأل سؤال، ليش الله بحاجة إلى النصر؟ هل النصر هو فرع الضعف؟ يعني إذا واحد ضعيف يحتاج إلى النصرة؟ لا، النصرة لله، نصرة لدينه، يعني راقبوا علاقتكم مع القرآن، راقب علاقتك مع الصلاة، راقب علاقتك مع حدود الله. هذا اللي القرآن يقول قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الحفاظ على الدين، الحفاظ على الشريعة، الثبات على القيم هي نصرة لله عز وجل. الحمية اللي تنطلق من شنو؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوقوف في وجه كل فساد وضلال وظلم، هذا في حد ذاته نصرة لله. ومن نصر الله فإن الله وعد بنصره ينصركم والله لا يخلف المستحيل. ولهذا المؤمن بحاجة إلى ثبات وقوة. الذين رحلوا من شهداء الحق والعدالة والواجب، والذين خرجوا من الدنيا يحملون على عواتقهم ماذا؟ هما إلهيا. عد إلى شهدائنا الأبرار وإلى الشهداء في زمن ماذا؟ رسول الله صلى الله عليه وآله. هؤلاء حملوا أرواحهم على ماذا؟ ها، أكتافهم وعلى أكفهم. تتخيل، ارجع إلى أنصار الحسين مثلا، عندما تجد رجلا كعابس، عابس يتجرد من قميصه ليعلن استعداده لتلقي الشهادة، بل هنيئا له، هذا المقام الرفيع الذي ماذا يأمله الآملون. كان كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله يسألونه أن يدعو لهم بماذا؟ بالشهادة، أن يدعو لهم بنيل هذا المقام. عجيب غريب، بلى، يسألونه أن تقطع أوصالهم في سبيل الله، أن يضرج بدمائهم في سبيل الله. وأي خلود أعظم من خلود الشهادة؟ قد يخلد العلماء بعلمهم، ويخلد المؤمنون بأخلاقهم ودماثة خلقهم، ولكن الشهداء يخلدون بدمائهم التي أريقت في سبيل ماذا؟ في سبيل الله عز وجل. يخلدون بثباتهم. عابس يتجرد من قميصه،
يلتفتون إليه والسيف في يده. أجننت يا رابس؟ شو يقول؟ حب الحسين أجنني. الحسين إنما هو مظهر عدالة الله في الأرض، مظهر خلافة الله في الأرض، مظهر أحكام الله في الأرض، فإنما يريد أن يقتل من أجل الله. ولهذا هؤلاء خلدوا وبقى مجدهم ورايتهم خفاقة. من هنا تجدون أمثال هؤلاء نهجهم نهج الحسين. انظروا إلى ثبات الحسين. الحسين روحي فداه كان يقول: إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتل يا سيوف. ما عند قلق من الموت، إني لا أرى الموت. شوف قلب المفاهيم. ها الإمام يؤسس للشهادة للموت السعيد. البعض من يذكرون الموت ترتحل فرائصه، ولكن الإمام عليه السلام يؤسس لقواعد الموت السعيد. إني لا أرى الموت إلا سعادة، لاحظ، والحياة مع الظالمين إلا برمى خسران ضياع، لاحظ المعادلة الحسينية. ولهذا يتقدم بقدمين ثابتتين، وليس الحسين فحسب، وكل من تخرج من مدرسة الحسين. فها هو علي الأكبر، علي الأكبر عندما سمع أباه يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قال: أبتاه لما استرجع؟ قال: سمعت هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير بهم، يعني دولين رايحين إلى الشهادة. ها وإذا بالأكبر يقول: أبتاه ألسنا على الحق؟ قال: بلى والذي إليه مرجع العباد. شوفوا شو يقول هذا، يقول الأكبر، يقول: إذن لا نبالي أوقع الموت علينا أم وقعنا، ماكو خوف من الموت. كيف؟ لأن هذا ابن ذاك، ابن أبيه. تعال إلى القاسم، فتى حديث السن، ومع هذا عندما سمع الحسين ينادي: هل من ناصر ينصرنا؟ الحسين يفتح باب الشهادة: هل من راغب في الشهادة في سبيل الله؟ فلما قل ناصره وانعدم معينه، وإذا بفتى صبي صغير خرج مهرول: إنه القاسم، عم حسين ائذن لي في البراز. أرجعه مرة ومرتين، ولكن في الأخير ضمه إلى صدره. هذا ابن هذا. رحل الحسن الزكي وتكفل الحسين بتربية القاسم، صاغ هويته شخصيته، فهو كعمه. فلما سأله: بني أتمضي برجلك إلى الموت؟ قال: عما وكيف لا أمضي إلى الموت وأنا أراك وحيدا لا ناصر لك ولا معين. يسأل هذا السؤال: بني ما طعم الموت عندك؟ شوف أبناء مدرسة الحسين، كل من تخرج من مدرسة الحسين في كل زمان ومكان، لما يسأل هذا السؤال: ما طعم الشهادة عندك؟ يقولون: تبسم القاسم، ضحك، قال: عماه أحلى من العسل. تخيل، يقول لبني: تتقطع أوصالك، ها، تفضخ هامتك، قال: أحلى من العسل. ها تخيل. ولهذا هذا الفتى ينزل إلى الميدان، وما أسرع ما يرتفع صوته، صغير، عندما ضرب على رأسه بالسيف فقد قتلت البراءة، قتلت البراءة، قتل النقاء، قتلت الطهارة. وإذا به ينادي: عماه عليك مني السلام. يقولون: ويمضي الحسين عليه السلام إليها، وارتفعت الغبر حيث أن الحسين ما أن سمع نداء القاسم
حمل على القوم مزقهم تمزيقا، حمل على قاتله فضربه على يمينه فقطع يده، ارتفعت الغبرة. لكن يقولون من كشفت وإذا بالحسين ها قد وضع خده على خد منه، على خد القاسم، بس القاسم فارق الدنيا شهيد، رحل إلى جده رسول الله. مد يد مد يده إلى ضمه إلى صدره، وضع خده على خده، نادى بني قاسم يعز على عمك أن تنادي، فلا يجيبه أو يجيبك فلا يغني عنك بعدا لقوم قتلوك وما عرفوا من جدك وأبوك. بس ما وقع جاسم صرخ بالصوت يا حسين دركني يا عمي يا غياث المستغيث. بس ما وقع جاسم على حر الوطية، جاه الشهيد حسين والعبرة جري، وروى صار من جيوش ابن الدعي والخال تطلب الملجا من حسين. جاله وشاف على الثرى مفضوخ راس يفحص برجله معتفى يرفع جد حواس، ومن كثر طعنات العدا ينقطع الانفاس، وشال على صدره ورجا يا عبال الصيام. وبس ما وصل دارا عليه الحرم صوبه ورملة تنادي الولاية يا فجعة البيت، أويلي على اللي ما بلغ سنه العشرين، وهوت عليه تصيح والعبرة جري. سعد الله قلب الحسين لما جاء بالقاسم، مدده إلى جوار الأكبار، جلس بينهما تارة ينظر للأكبار فينادي وولدا، وتارة ينظر للقاسم فينادي وولدا، أويلي جاب جاب ومدد ما بين خوته، وجلس عندهم يا ويلي هم مات. بس ما يا سمع النسوة صوته، وبس ما سمع النسوان صوته،
جت رملة تصيح الله أكبر. اجت أمه رأت ولدها يخور في دم، صرخت بس ما شفت عمك لبسك تفصيل الأجفار. قلت الولد ما يعود من حامة الميدان، قوم يا سكنة وادعي شمعة شبان، شقي على العريس جبت يا حزين. كأني بأمه جلست عند رأسه وقلبها مفتت مفتت بالأسى. اتقل يا ابن الفاجدة تعظم هنم خلفات. وما تدري أم الولد لا سهر ليلي الفات. يا ابني ليش ما تقعد تجاوبني؟ أويل إلا يا ابني ليش ما تقعد تجاوبني؟ تبكي تنادي والفؤاد عليل يا الله. اللهم تقبل منا اليسير واعف عنا الكثير، لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا كشفته، ولا أسيرا إلا خلصته، ولا غريبا إلا أرجعته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها، إله الحق أمين. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، وفرج عنا وعن جميع المؤمنين به يا الله. اللهم اجعلنا وشيخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد. اللهم ومن على جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات، لا سيما المنظورين ومرضى الحاضرين والحاضرات، ومن أوصانا بالدعاء من عليهم بالشفاء والصحة. اللهم اشفهم بشفائك، وداوهم بدوائك، وعافهم من بلائك، وقر عين أهليهم بشفائهم يا كريم. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية إلى الحق أمين. والفاتحة لموتانا وموت الحاضرين ومن مات على الإيمان، ولا سيما من اجتمعنا لأجله وسببه. اللهم ارحمه برحمتك، واسكنوا الفسيح من جنتك، واحشروا في زمرة محمد وآله الطاهرين، وعندك نحتسبه يا رب العالمين. إلى روحه وأرواح شهدائنا الأبرار وعلمائنا الأخيار، وإلى أرواح موتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.